تونس تعيش تقريبا توا 10 سنوات وهي في حالة الطوارئ، ومؤسف أن يتواصل العمل بحالة الطوارئ خاصة بالقانون القديم لحالة الطوارئ، لأن المشروع الجديد لم يتم إلى حد الآن المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب، وتم سحبه من قبل الحكومة، وهناك عديد التحفظات بشأنه بخصوص من طرف مكونات المجتمع المدني وحتى من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لأن فيه تضييق على الحريات وتضييق على عمل الصحفي. بالنسبة لهذا التواصل لاعتماد حالة الطوارئ، أحيانا يتم استعماله للحد من الحريات، وتم تسجيل عديد الإيقافات بتعلة قانون الطوارئ ضمن احتجاجات كانت عفوية أو احتجاجات لمطالبة بحريات أو في تعبيرات عن الرأي. الوطني قواتنا المسلحة في محاولات الإرباك، ربما لم تعرف تونس ستحبط كل محاولات بأكثر قوة. هناك ظاهرة الناحية السلبية اللي هي عملية الاستنزاف للمؤسسة العسكرية. طبعا المؤسسة العسكرية تم استنزافها وهي الآن يعني 10 سنوات، معناها تعرف معناها حال طوارئ اللي أنا وإنتي والمجتمع بصفة عامة ما يشوفهاش وما يعرفش معناها، لكنهم هما يشتغلوا داخل السكنات خارج السكنات، يعني اون إيتا دالارت في 24/24 12/12، يعني قسموا 12 ساعة 24 ساعة، يعني هذا الكل فيه نوع من الإنهاك. لكن الوضعية تحتم علينا إن احنا نتخذ إجراءات من هذا القبيل، ويجب أن تكون حالة الطوارئ موجودة في تونس، لأنه الاعتبارات كما قلت لك يعني أمن قومي، جائحة كورونا، الاحتجاجات والاحتقان الكبير برشا، الوضع السياسي الغير مستقر، الصراع الكبير في الطبقة السياسية اللي هي تنعكس مباشرة على الوضع المجتمعي.